انا دكتوره رؤى جمال، النهارده اكلمكم عن سليب اند ديليريوم. هو موضوع يعني صراحه في بيزكس وفي حاجات معقده شويه، ولكن ده هيخلينا نتكلم على حبه حاجات بيزكس في الاول. انا بس عايزه ادي هم سامعين اوكي. طيب في تنويه بس بسيط، ان المحاضره دي مبنيه على ايفيدنس، ما فيهاش اي مساحه لاراء شخصيه، وحاولت انه يبقى فيها اعلى كواليتي من الافيدنس، فهي كمان مليانه ابديتس، فخلينا نشوف. طيب الاول هنتكلم على حبه بيزكس عن الديليريوم، وبعد كده البيزكس عن سليب، علاقه سليب بالديليريوم، possible intervention، ولو فضل معانا وقت هنكمل على interesting case. البيزكس ممكن يبقى في ناس معانا عارفينها، وفي ناس لو عارفينها اوكي، لو مش عارفينها هنعتبرها يعني refreshing عشان يبقى الكلام ميك سنس. طيب الاول عندنا حبه بيزكس عن الديليريوم. ايه هو الديليريوم؟ الديليريوم هو ترانزينت يوجوالي ريفرسبل سيريبرال ديسفانكشن مانيفست كلينيكالي بكذا حاجه، ولكن الكور فانكشن بتاعه هو الواكسن اند وينينج ساينز اند سيمتومز. المين برزنتيشن بتاعه مشاكل في الالرتنس والفيجيلنس، ودايما بيبقى فيها الكورس بتاعها فلكتويتد. في اسامي معروفه للديليريوم، يمكن التخصصات الثانيه كمان عارفاها، الاي سي يو زي الاي سي يو سايكوزس، الاكيوت كونفيوجنال ستيت، والسان داونينج. ومحتاجين ناكد في البدايه واللي هنختم بيه المحاضره ان الديليريوم از لايف ثريتنينج كونديشن بات كود بي بريفنتد. السكوب بتاع المشكله قد ايه؟ الديليريوم ده موجود في حوالي 10% من الناس الهوسبيتالايزد. البريفالنس بتاعته او الانسيدنس بتاعته بتزيد كمان لما بوست اوبريتيف، ممكن توصل ل 50%، وفي الانتنسيف كير كمان ممكن تعدي ال 85%. في ريسك فاكتورز كتيره، احنا عارفين ان المشكله بتبقى في الالدرلي بشكل كبير، ولكن في اذر ريسك فاكتورز، منها طبعا الاولد ايج، البراير كوجنيتيف ان امبيرمنت، الديمنشيا، المالتيبل كوموربيديتيز، البريفيوس هيستوري اوف ديليريوم اور ستروك او اذر سيريبروفاسكولار ديس اوردر، السايكو اكتيف دراج يوز، والبولي فارماسي، وكمان عندنا الدراجز اللي ليها انتي كولينرجيك سايد افكتس، او اللي ليها هيدن انتي كولينرجيك بروفايل زي السايكايتريك او السايكو اكتيف ميديكيشنز بتاعتها. طيب العيانين بيجوا ازاي؟ بيبريزنت باكيوت اونست اوف اور فلكتويتنج كورس اوف ان اتنشن، ومعاها ديس اورجانيزد ثينكينج او اولترد ليفل اوف كونشسنس، وبيبقى ده شكل الديليريوم. في اشكال ثانيه لكذا شكل للديليريوم، whether the hyperactive type, the mixed type, the hypoactive type. The hyperactive type be present 25% من الحالات، although انه ده الشكل الشائع بالنسبه لنا، العيان اللي هو بيهلوس وعامل قلق، واللي العيانين وبيجي لنا تبليغات على العيانين دول. وعندنا الشكل الhypoactive واللي هو بيبقى characterized by low او poor psychomotor activity، وعندنا الشكل الميكست اللي هو مجمع كريتيريا من هنا وكريتيريا من هنا. طيب I watch death، ده الديفرنشال النمونيك للديفرنشال دايجنوزيس بتاعه الكوزس بتاعه الديليريوم. فعندنا مثلا الانفكشنز حاجه as simple as ال UTI، withdrawal من سبستنس او من حاجه زي الالكوهول او من ميديكيشنز، حاجه ميتابوليك whether be الالكترولايت ديستربنس، الاسيدوزس، الاسيد بيس بالانس، حاجه تروما، سي ان اس ديزيزز، هايبوكسيا، ديفيشنسيز، انفايرمنتال، حاجه زي الهايبوثيرميا او حاجه زي الاندوكرينوباثيز، واكيوت فاسكولار، وتوكسينز اور دراجز. دي اس ام 5 هو طبعا الديليريوم تبع نيوروكوجنيتيف ديس اوردرز، ولكن كسبيسيفايرز للديليريوم فبيبقى تبع الكوز، whether هو ميديكيشن انديوزد delirium, substance withdrawal delirium, أو intoxication delirium, أو due to other medical condition, أو إنه يكون due to multiple etiologies، وطبعاً ممكن يكون unspecified. طيب الـ pathophysiology بتاعة الـ delirium هي معقدة شوية، وأكيد أكيد المحاضرة مش هي المساحة اللي تخلينا نشرح الـ psychopathology، ولكن بس الـ diagram ده عشان نوضح هو قد إيه معقد. والحاجة بس اللي هيبقى عليها فوكس شوية هو neurotransmitter disturbances اللي affecting فيها كذا حاجة، بداية من الميتابوليزم بتاع الأمينو أسيدز اللي بتكون النيوروترانسميترز. فعندنا بيبقى فيه مشكلة في التريبتوفان ميتابوليزم whether decreased أو increased، وده على أساسه بيألتر السيروتونين أو الميلاتونين synthesis، وعلى أساس ده لو النسبة بتاعتهم عالية هيحصل معانا الهايبر أكتيف ديليريوم،
ولو قليلة هيبقى معانا الهايبو اكتيف ديليريوم مع الاذر ميكانيزمز، الحاجات اللي ليها دعوة بيه على مستوى السيل او على مستوى الاذر سيستمز بتعمل لنا الديليريوم. كمان عايزين بس نأكد نفتكر انه سوري عايزين نفتكر بس ان النيورو ترانسميترز دي هي كمان شيرينج فيل سليب ريجوليشن، وده اللي هي افكت كمان وهيكمل معانا موضوع المحاضرة. عندنا جزء تاني من النيورو ترانسميترز عندنا برضو بانون ميكانيزمز وستيل ريسيرش شغال في الكوزز او في الميكانيزمز بتاعت الديليريوم. الافكشن بتاع النور ادرينالين دوبامين والاسيتايل كولين كل الحاجات دي كمان شيرنج في الباسو فيسيولوجي بتاعت الديليريوم والباسو فيسيولوجي بتاعت السليب ريجوليشن. طيب تاني مرحلة عندنا البيزكس. البيزكس في السليب برضو المحاضرة مش مساحة ابدا ان احنا نقول كل حاجة في السليب، ولكن بس انا عارفه ان احنا معانا ناس تخصصات تانية ومعانا اندر جرادويتس، ولكن احنا بس خلينا عارفين السليب ده عباره عن ستيجز وكل ستيج لها سليب اركيتكتشر معين افكتنج في نيورو ترانسميترز مختلفه وبرين ارياز مختلفه. برضو لو هنبص على النيورو ترانسميشن فاحنا عندنا نيورو ترانسميترز مختلفه، كل نيورو ترانسميتر اخد الابر هاند في مرحله من مراحل السليب، وكمان برضو احنا مش هنزود في شرح ده. طيب لو هنبص كده على الدايجرام وسليب ان هيلثي يعني في عجاله ان احنا عندنا السليب طبعا عباره عن كذا ستيج، الديب سليب وفي النون رام سليب والريم سليب، والريم سليب ده بيالترنيت من كل من 90 ل 120 دقيقه. عندنا اذا السهم اوكي طيب احنا لو اوكي السهم مش باين بس يعني الاسيتايل كولين هنلاقي ان الاسيتايل كولين بريدومينتلي بيبقى اخد الابر هاند في الويكفولنس وفي الريم سليب، الجابا اخد الابر هاند في الديب سليب، الدوبامينرجيك اكتيفيتي بيبروموت الالرتنس وبيقلل سليب، والميلاتونين بيبقى السكريشن بتاعه في الديم لايت، بينما الكورتيزول في الوقت بتاع الهايست الرتنس بالنهار. خلينا فاكرين بس بشكل فيجوال كده انه شكل السليب اركتكتشر هيبقى عامل ازاي في الديليريا. طيب علاقة السليب بالديليريوم هي بقى علاقة معقدة، وزي ما هنعرف في الآخر هو إيه عمل إيه. طيب عندنا في أكتر من 75% من العيانين الديليريوس بيبقى عندهم مشاكل في النوم، although إن sleep wake cycle disturbances مش characteristic للديليريوم. critically ill patient واللي مش شرط إن يكون حصل فيهم ديليريوم 50% منهم they develop sleep disturbances في المستشفى، و 30% بيكملوا بسليب disturbances دي حتى بعد ما يطلعوا من المستشفى. طيب sleep disturbances لها يعني اسباب كتيره، ممكن تبقى negative sequelae من الاندرلاينج طبعا disorder الاساسي، اي حاجه لها دعوه لو العيان ده اتحجز intubation او احنا بندي drugs، ودي طبعا خصوصا لو العيان ده intubated مثلا في العنايه، فمعظم الأدوية اللي بتاخد في العناية بتأفكت بشكل سلبي السليب أركيتكتشر والسليب ستيجز، إلا إنه في دواء من الأدوية ويمكن دلوقتي كان لسه FDA approved السنة دي يعني هنجيب سيرته قدام، بس بشكل أساسي إنه الميديكيشنز كمان بتزيد يعني الطين بلة زي ما بيقولوا في إن هي تخلي السليب أسوأ. طيب بما ان احنا قلنا ان one of the risk factors هو الايجنج بحد ذاته حتى لو الشخص سليم كمان بيبقى مصحوب بعدة sleep changes، فمثلا بيبقى عندنا decrease في the total nocturnal sleep time, delayed onset of sleep, reduced slow wave وreduced rapid eye movement او REM sleep والdaytime napping، بيبقى فيه fragmented sleep، وبالتالي كل ده بيزود نسبة fragmented sleep وبيزود probability ان الشخص ده يديفلوب delirium لو حصل other precipitating factors. طيب الايجنج كمان مع other risk factors، فغير usual aging اللي احنا اتكلمنا عليه والchanges اللي بتحصل في sleep، فاحنا عندنا الحاجة بقى بتبقى precipitating زي ان يحصل disorder، يحصل metabolic decompensation، يبقى معاه كمان perpetuating factors زي psychosocial problems، حاجات دي كمان ممكن تعمل adverse outcomes في حتة ان هي تضيف على ال sleep disturbances اللي عند العيان من ناحية الانسومنيا الدراوزنس، وده برضو بيزود الفرصة انه يحصل development للديليريوم. طيب sleep duration من غير حاجة في اي شخص طبيعي
في ميتا اناليسز اتعملت على اكتر من 1,300,000 واحد، وهي ناس سليمه بالمناسبه يعني، ولو انه شورت سليب ديوريشن اللي اقل من 5 ساعات associated with greater risk of death، ولقوا كمان ان اللونج سليب ديوريشن اللي اعلى من 8 ساعات كمان associated with greater risk of death. والمفاجاه يعني ان هي more and more statistically significant على الشورت سليبرز، وده مش في الالدرلي بس، فاي ثينك يعني انه 3/4 الفقاعة ما بيناموش كويس يعني، whether يا short sleepers يا long sleepers، فيعني خافوا على نفسكم. طيب عندنا حاجة تانية وهي ال circadian timing system، واحنا عندنا suprachiasmatic nucleus هي ال central pacemaker بتاع ال body بتاعنا، وهي important لان هي ليها connections مع كذا brain area، فده بي affect we control ال behavior والneuroendocrine والautonomic signals target tissues. والعندنا من في الديليريوم من الهول مارك امبورتنت هول مارك ان بيحصل ديكريز للاكتيفيتي اوف اسندنج ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، وبالتالي كمان مع وجود الترانزينت هايبوكسيك ستيت اللي بتحصل على مستوى البرين في الديليريوم بيحصل ديبليشن للاسيتايل كولين وبيحصل دوبامين اوفر برودكشن، وكل ده بيعمل لنا مشاكل. وبالتالي بدات تطلع ثيوري هل الديليريوم ده هو السيركيديان ريزميا، فهل بتحصل مشكله عندنا في الكوجنيتيف امبيرمنت مع الايجنج مع نيوروكيميكال فاكتورز، الحاجات دي بتافكت السيركيديان تايمينج سيستم وبتافكت البيس ميكر ده، وبالتالي البيس ميكر بالكونكشنز بتاعته يبدا يافكت النيورو ترانسميترز ويافكت الميلاتونيرجيك ميكانيزمز، والحاجات دي تعمل ديليريوم. فمن هنا بدا الـ 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 يعني تركيز اكتر على حته السليب في الكريتيكال ايل بيشنتس. احنا كنا بصينا قبل كده على الفيديو ريبريزنتيشن للسليب في الهيلثي بوبوليشن، ويعني انا هجيب كمان الكومباريسون، لكن خلينا بس نبص بشكل سريع انه احنا هنلاقي ان السليب في الكريتيكال ايل بيشنتس موستلي مكون من لايت سليب، ال 50% من النوم ده ديستريبيوتد خلال اليوم، بيحصل decrease في الجابا وفي الكولينرجيك ترانسميشن، بيحصل increase في الدوبامين ترانسميشن، بيحصل impaired melatonin secretion، بيحصل increase في الكورتيزول production، والحاجات دي كلها كانت بتبقى متظبطة بالcircadian clock. لو هنبص كده على comparison ما بين sleep and healthy و critically ill patient وبدون الدخول في تفاصيل هنلاقي انه الarchitecture نفسه مختلف تماما. طيب برضو كمان الافكشن ده مش بيبقى بس على مستوى sleep stages، احنا كمان الحاجات دي بتبقى affected البرين areas، وبالتالي ده reflected في الاي اي جي findings. الدايجرام ده بيمثل النورمال waves اللي عندنا في البرين، هنلاقي ان احنا عندنا البيتا waves في وقت واحنا صحيين يعني، والالفا في الريلاكسيشن، الثيتا مع الديب ريلاكسيشن، والدلتا بشكل يعني في الديب سليب. طبعا يعني ده اختصار يعني مش اختصار شويه، ولكن هنلاقي في الديليريوم بيحصل تغييرات، فمثلا بشكل ان جنرال بيحصل increase epileptic form discharges، يبقى في عندنا rhythmic polyspikes periodic epileptic form discharges، يبقى في generalized slowing، وبيحصل increase burst suppression، والburst suppression ده بيبقى لما بيبقى عندنا في brain areas تبقى inactivated. طيب ايه اللي بيحصل كمان بشكل سبيسيفيك؟ احنا قلنا البيتا اللي هي بتاعه الاويك، ان الواحد يبقى اويك والكونشسنس بتقل، الالفا بتقل كمان، وبيبقى عندنا ديفيوز ميكسد الفا اند بيتا كونكتيفيتي، بيبقى عندنا الثيتا باور بتزيد، واللي احنا قلنا ان هي بتاعه الديب ريلاكسيشن فهي بتزيد، وعلى ضوء ده بتزيد الثيتا على الالفا ريشيو، وعندنا الدلتا اللي هي مرتبطه بالديب سليب بتزيد والشخص صاحي اللي هو الديليريوس، وبتقل والشخص نايم، فمعناها ان احنا الكونشسنس ستيت بتبقى عندنا افكتد. طيب ده يوصلنا للكور بتاع المحاضره، هو ايه اللي عامل ايه؟ هو الديليريوم هو اللي عامل السليب بروبلمز، ولا سليب بروبلمز هي اللي عامله الديليريوم؟ الحقيقه انه النظريه دلوقتي ان هي باي دايركشنال ريليشن شيب، وانه التشينجز بتحصل في الديليريوم بتافكت النيورولوجيكال فانكشن، بي امباكت سليب كونتينيوتي، بي بروجريس وذ ديفيوز كوجنيتيف ديفيسيتس، بيبدا يحصل التريشن للجابا والاذر نيورو ترانسميترز، وعندنا البنزو او الميديكيشنز اللي بنديها يعني في الكريتيكال ايل بيشنتس كمان بتنكريز الريسك اوف ديليريوم. ولو جينا بصينا على ناحيه السليب ديستربنسز، فكمان حاجه زي الانسومنيا او البور سليب كواليتي بتافكت النيورولوجيكال فانكشن، ممكن تبقى لينكينج تا
to onset of delirium produce diffuse cognitive deficits ويحصل alteration للميلاتونين وده بي result in altered sleep wake cycles. ولما احنا بندي بنزو عشان نعالج sleep disturbance ممكن ده كمان بيغير طبعا الاركيتكتشر بتاع السليب وممكن كمان يدخل في delirium. الحقيقه برضو انه في common findings حاجات مشتركه ما بين sleep والdelirium غير الريسك فاكتورز اللي احنا جبنا سيرتها في الاول. عندنا كمان الباثوفيسيولوجي كمان شيرد بشكل كبير السليب ديستربنسز او الفيتشرز نفسها ان احنا عندنا وذر الديليريوم او السيفير سليب ديستربنسز كود بي اسوسييتد ب سايكوموتور الفيجيلنس افكتد امبيرد وركينج ميموري ريسبونس انهيبيشن فيربال فلوينسي كرييتيف ثينكينج تمبرال ميموري ديستربنس. وبالتالي الكلينيكال انترفنشن اللي هتحسن السليب كود بي لينكد ان هي تمبروف الديليريوم. طيب هل كده في possible intervention من الكلام اللي احنا قلناه؟ الكلام دلوقتي يعني في 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 حاجات ان احنا targeting بيها ال improvement of sleep. فمثلا احنا عندنا حاجة زي الميلاتونين الهرمون داخل ليه actions كتيرة جدا، يمكن احنا عارفين ان هو بي affect ال circadian rhythm ولكن ليه functions كتيرة. هم لقوا مثلا انه في ال delirium بيبقى فيه reduction في الميلاتونين levels وال sleep deprivation already is a crucial risk factor لل delirium. لقوا كمان ان احنا لما بندي اكسوجينس ميلاتونيرجكس واللفظ ده هو يشمل الميلاتونين والميلاتونين اجونست بيحصل امبروفمنت للسليب. اولا الايفكت بتاعه الدايركت على السليب، والنقطه الثانيه لانه غالبا الديليريوم بيبقى مصحوب بحاله من الانفلاميشن، والانفلاميشن ده ممكن يبقى حتى على مستوى سيلولر، فبالتالي الميلاتونين ليه انتي انفلاماتوري ايفكت وده كمان بيبقى effective في improvement of delirium مع improvement of sleep. وكمان ان احنا نستخدم حاجة improve the sleep غير البنزودايزابينز مثلا اللي بتاخد في العناية بتقلل الريسك والبردن بتاع البنزو وبالتالي بتقلل استخدامنا للبنزودايزابينز. طيب دي a systematic review meta analysis هي في 2020 اتعملت على شملت كذا study، والحقيقة لو انه الأودز ريشيو بتاعة الاستخدام الميلاتونين والراميلاتون 0.45 وده معناها انه الانسيدنس بتقل تقريبا 55%، ولقوا انه كمان لما استخدموا هاير دوز بال 5 ميلي لقوا كمان انه نسبة الانسيدنس بتاعة الديليريوم قلت كمان لحد 70%، فهي يعني دوز ديبندنت ايفكت. مش كده وبس، ده كمان لقوا انه اتعملت كمان بعدها في 2020 ميتا اناليسيس وسيستماتيك ريفيو تانية وشملت ستاديز اكتر، كان التوتال بتاعهم 1200 عيان، ولقوا برضو نفس الفكرة انه الاودز ريشيو كمان افكتد وانه فعلا الانسيدنس اوف ديليريوم بتقل. بس لقوا الفايندنج كمان تانية انه الاي سي يو لينث اوف ستي از نوت افكتد، فيا اما ان احنا نمنع الديليريوم من الاول يا اما ان هو مش بيافكت الكورس اوف ديسشارج. طيب عندنا تاني تارجت بالنسبه لنا وهو الاوركسين او الهايبوكريتين، وده نيوروبيبتايد بيطلع من اللاترال هايبوثالاموس وافكت بالافرنت او الاسندنج اراوزل سيستم بتاعه بيأفكت الاراوزل والفيجيلنس ستيت، ومش هندخل يعني في تفاصيل اكتر في الفانكشن بتاعت الاوركسين، ولكن ده تارجت دلوقتي لموست اوف ذا اف دي ابروفد ميديكيشنز. فاحنا في عندنا دلوقتي السوفيركسين وده اوركسين ريسبتور انتاجونست، هو الدول اوركسين ريسبتور انتاجونست زي ما بيقولوا اللي هو الدورا، وهو شغال اولا هو اف دي ابروفد في الانسومنيا، وهو الميكانيزم بتاعته في بروموشن اوف سليب عن طريق انه بيعمل بلوكينج للاوركسين ريسبتور 1 and 2 عشان كده هو دول، وبيعمل انهبيشن للنيوروبيبتايدز اللي بتعمل بروموشن للويكفلنس، وبالتالي لما احنا بنعمل انهبيشن للبروموشن بتاع الويكفلنس ده بيحصل الترانزيشن من الويكفلنس تو سليب، وبالتالي بما ان احنا بنحسن سليب اونست كمان بتحسن السليب مينتيننس. طيب السوفيركسين لقوا كمان انه هو نيوروبروتكتيف. الميكانيزم بتاعت النيورو بروتكشن دي ازاي؟ لقوا انه هي الديليريوم اتس نيورو اكسايتاتوري ستيت بيحصل فيها نيورو اكسايتاتوري سيمبتومز، ف كمان لما جم يعني في ستاديز قاسوا فيها في البلازما ليفلز الاوركسين فلقوا انه هو ريلاتيفلي هاير في البيشنت ويز ديليريوم، ومن منطلق ان الاوركسين كود افكت ام مديت الاكسايتابيلتي اوف نيورونز
فلو انه لو احنا عملنا اشتغلنا على المولكيول ده هنقلل الاكسايتابيلتي اوف ذا برين نيورونز، وبالتالي هيبقى افكتيف في البريفنشن اند تريتمنت اوف ديليريوم. طيب لما اتعملت ميتا اناليسس كمان على السوفيركسنت لقوا برضو ان التريتمنت بيقلل الانسيدنس اوف ديليريوم حوالي 70%، وبرضو مش بيافكت الهوسبيتال لينث اوف ستاي. في عندنا الداريتريكسنت، ويعني ده ابن عم السوفيركسنت، نفس الفكره، هو يبدي ابروفد لعلاج الانسوميا، وكمان اتعملت عليه ستاديز في ديكريز الانسيدنس اوف ديليريوم، طلع كمان نفس الافيكاسي بتاعه السوفيركسنت. عندنا تالت تارجت بالنسبه لنا وهو الدكسيميتاميدين، وده اساسا اوريدي اف دي ابروفد في من زمان يعني جدا، ولكن هو اف دي ابروفد في الفنتيليشن ميكانيكال فنتيليشن، بيستخدموه اوريدي بتوع الاي سي يو للتخدير لانكزيولاتيك وانالجيستيك ايفكت، وكمان مور بوتنت وليه 8 مرات افينيتي اكتر من الكلونيدين، وبالتالي بالاسيداتيف والانالجيستيك بروبرتيز بتاعته هو بيمبروف السليب. ودلوقتي حتى لسه FDA approved من شهرين 3 شهور تقريبا للكنترول بتاع البايبولر اجريشن. طيب الاديتوريال ده مجمع كذا ميتا اناليسيس وسيستماتيك ريفيو عن استخدام الدكس ميتاميدين في البريفنشن اوف ديليريوم افتر ميجر كارديك نون كارديك سيرجري، ولقوا ان هو ليه نيورو بروتكتيف ايفكت، انتي انفلاماتوري ايفكت، بالاضافه للامبروفمنت بتاع السليب بتاعه، وبالتالي افكتيف في البريفنشن اوف ديليريوم. طيب عايزين ناكد بس انه لحد دلوقتي الكي اوف مانجمنت اوف ديليريوم هو التريتمنت اوف ذا اندرلاين كوز. عندنا في يعني برضو فكره المانجمنت بتاعه الديليريوم مش هو عنوان المحاضره، ولكن في زي نمونيك كده اسمه ستوب ديليريوم، كل حرف فيه بيختصر حاجه. فاحنا عندنا بشكل عام ان احنا نقلل الاوفر ستيميليشن، لو في كاثيترز او في كانيلاز او اي في كانلز كده احنا نغيرها او نحاول ان احنا نقللها، مينتين جود اكسجينيشن، نعمل بين كنترول كويس، نعمل انفايرمنتال ادابتيشن، نخلي بالنا من الالكترولايتس والجود ريست، ونعمل دايما كوجنيتيف ستيميليشن، ونحاول بشكل عام ان احنا يبقى محافظين على الاورينتيشن بتاع العيان ده بالنسبه ل التايمينج والليل والنهار، ونبقى محافظين على الكوجنيتيف ستيميليشن. طيب في كمان من الحاجات اشهر الحاجات اللي بنستخدمها، وهنا بقى نرجع لارض الواقع، لان احنا كل الحاجات اللي قلناها التانية دي مش موجوده في مصر، هي حاجات جديده وابديتس وكل حاجه، ولكن في الاخر الحاجه اللي احنا بنتعامل فيها هي الانتي سايكوتكس. بالنسبه للهايبر اكتيف ديليريوم فالانتي سايكوتكس هو دورها طبعا معروف جدا فيها، وبيقلل الايفكتس وبيحسن العيان، وبعد ما العيان بيتحسن كمان ده بيقلل البوست ديليريوم بي تي اس دي. بينما في الهايبو اكتيف ديليريوم في كونتروفيرسي على حته ان احنا نستخدم انتي سايكوتكس ولا لا، في كلام على حاجه بتبقى يعني حاجه اكتيفيتنج شويه زي الاريبرازول، ولكن في الاخر ستيل موضوع كونتروفيرسي. لما نيجي نختار انتي سايكوتك بنختاره على حسب طبعا بروفايل العيان، على بروفايل الدواء، وطبعا على السايد ايفكتس. في الجوريزم كتيره جدا لتريتمنت اوف ديليريوم، واكيد برضو احنا يعني مش مكان المحاضره ان احنا نقول ده، ولكن لو بصينا بس على اليمين بتاع الشاشه هنلاقي انه الميديكيشنز بتختلف على حسب الاندرلاين كونديشن، فبرضو الالجوريزمز موجوده جد كتير جدا على النت، يعني كان تشيك ده. طيب برضو من الحاجات المهمه، ودي الحاجات اللي هي نون فارماكولوجيكال، ان احنا نحاول نرجع السيركيديان ريزم ده، نعمل له ري الاينمنت، يعني هو اوريدي اتلخبط مثلا من القعده في العنايه والليل زي النهار، فنحاول. ودي دلوقتي يمكن بقت ريجيمنز، احنا بما ان احنا معانا نيرسينج فاكيد هم اوير بده، انه لازم العيان يتحط في مود، احنا بالليل احنا بالنهار، اتفضل ده الغداء، اتفضل ده الفطار، حتى لو العيان يعني في اي سي يو مقفوله ما فيهاش لا شبابيك ولا كده، مع انه الجايد لاينز الجديده ان احنا نحاول يبقى فيه شمس بالليل، تتطفى الانوار، بالنهار نحاول ان احنا ندخل الشمس عشان نحسن الاورينتيشن بتاع العيانين. طبعا لو في استخدام الميلاتونين ثيرابي فزي ما قلنا كمان في اذر تارجتس ممكن نشتغل عليها، الميلاتونين موجود والانالوجز بتاعته موجوده. وبس اخر ايتم يمكن ملناش دعوه بيه قوي اللي هو الميكانيكال فنتيليشن، بس عموما تقليل الميكانيكال فنتيليشن كمان وفكرة الريسترينز وكده كمان بتحسن. يعني احنا طبعا طول ما العيان بيبقى فنتليتد او انتيوبيتد بيبقى العيان سيديتد، فبالتالي بيبقى ضايع يعني ما بين
حته الاورينتيشن ما بين الليل والنهار. طيب لايت اند نويز كنترول كمان مهمه، السمبل از يعني ان هي مجرد اير بلجز واي ماسك كمان مهمه، ودي ستاديز اتعملت فعلا، يعني في رساله اتعملت في جامعه المنصوره على الامباكت بتاع الاير بلجز والاي ماسكس على الانست اوف ديليريوم، واز سمبل از ذس ده قلل فعلا الانسنس اوف ديليريوم. اتعملت في مصر الاول في 2020، اتعملت بره في 2021، واثنين از افكتيف از ذس. يعني مهم جدا عندنا حته البروفيلاكسز، برضو مش محورها المحاضره، ولكن احنا محتاجين بس ناكد ان البريفالنس اوف ديليريوم مش قليل. هو الديليريوم از بورلي ديتكتد وكود بريزنت از ان اوت بيشنت كلينيك، ويمكن ده هيبقى يخلينا مدخل نقول على كيس ريل كيس فعلا. يعني زي ما عندي في المعموره عارفين الكيس دي، هي كيس جت للاوت بيشنت كلينيك، جت في نوفمبر 2021، جت لنا المعموره وهي كانت بريزنتد، كان معاها ابنها، وكانت بريزنتد بان اتنشن، كان الليفل اوف كونشسنس بتاعها بيبقى ديستربد، وترجع تاني بيبقى معاها ان اتنشن ديستركتابيلتي، وكان معاها انسومنيا او كان معاها سليب ريفرسال وفيجوال هلوسينيشنز. كل ده كان بقاله اكيوت اونست، و يعني كان خلال 7 ايام، كان معاه فلكتويتنج كورس، كان معاه لاثرجي، ديكريز اليرتنس، هايبر فيجيلنس، ريستلنس، امبيشنس، ديستركتابيلتي، وكان معاه سايكايتريك هيستوري واحد بس اللي هو معاها ميجر ديبرشن. وللاسف ده كان ميس ليدنج، لانه البيشنت دي راحت لحد تاني واعتبر انه ده يعني صوره من صور الاكتئاب واخدت اس ار اي. طيب الحقيقه انه ده كان اليرتنج بالنسبه لنا انه دي كده في حاجه اورجانيك، بالتالي العينه دي لما طلب لها يعني انا مش عارفه باين التحاليل صوره التحاليل ولا لا، بس الالكترولايتس كلها على اللور رينج يعني بوردر لاين، فالصوديوم مثلا 135، الايونايز كالسيوم 4.8، المغنيسيوم 1.7، الكلورايد 99، والعينه مش كويسه ايفن لو الارقام نوعا ما يعني شغال. حاجة تانية ودي كانت مفاجأة، ده كان أكبر رقم هيموجلوبين A1C شوفه في حياتي 16.6، ومعاه راندم 448. عينة ما كانتش كنترولد، ما كانتش بتاخد ميديكيشنز، حاجة أي حاجة هايبوجلايسيميكس، ولما طلبنا لها MRI الـ MRI طلعت فري، وطبعا عملنا internal medical consultation، عمل كنترول للدايابيتس ده، عملنا أو كمان مش احنا اللي عملنا بقى، هو طبعا internal medicine طلب لها ophthalmology consultation، اتعمل لها fluorescein angiography وطلع فيه non proliferative diabetic retinopathy. ويمكن ده شويه making sense مع الهلوسينيشنز اللي كانت عند العينه، لان هي كان عندها visual hallucinations بالشكل بتاع lilliputian images of people. يمكن دي حاجه احنا بنسمع عنها في السايكوباثولوجي وحاجه نظريه، بس هي حاجه موجوده بجد، وده اللي هو تشارلز بنات سيندروم. ولما دورت في الليتريتشر كمان لقيت انه في سيميلر كيس، معناها دايابيتك ريتينوباثي كمان حصل لها نفس الفيجوال هالوسينيشنز دي. البيشنت دي احنا شفناها في كذا فيزيت، ولكن شي از لاست يعني فور فولو اب بعد مثلا 6 مرات. في وسط ده عرفنا ان هي عندها هيستوري للروماتويد ارثرايتس، ولكن هي ما كانتش كنترول، بعدناها على روماتولوجي كونسلتيشن و شي از كونفيرمد ان هي عندها روماتويد ارثرايتس وفيتيلايجو، واتعمل لها MRI with contrast خوفا من الكولبسكلايتس، بس كمان طلعت free which is managed ومشت على plan للروماتولوجيكال conditions. الحقيقة ال patient recovered تاني مرة عن تالت مرة بعد management of the underlying causes، واضافة بس ان احنا حطينا لها هالوبرادول اورال من عندنا، كان الاول كنا بناخد تركيز اقل من 5 وبعد كده بقى تركيز 5. وفي النهاية احنا بس عندنا هوم مسجز، تيك هوم مسجز، انه الديليريوم بالعربي هو الهذيان، وانا شخصيا عرفت ده متأخر. يمكن احنا بناخد حاجات اكاديمية كتير، بس الواحد ما بيعرفش يقول ده بالعربي ازاي غير لما بتحط في موقف ان هو محتاج يشرح للناس. فهو الديليريوم بالعربي هو الهذيان، يمكن الناس بتحاول تدفاين ده ان هو اضطراب في قلة الوعي، فهو يعني هذيان، محتاجين ان احنا نعرف ده. النقطة التانية ان screening of for delirium حاجة مهمة جدا، في تولز كتيره جدا، وللاسف في كتير دكاتره متخصصات ما بيبقوش عارفين ايه الديليريوم اساسا او ايه الفرق ما بينه وما بين الديمنشيا. في حاجه زي الكونفيوجن اسسمنت ميثود من اسهل الحاجات اللي ممكن نعمل بيها سكريننج للديليريوم. عندنا ديليريوم ماميكس كتيره جدا، منها الاونست والكورس والديوريشن، وفي الاخر انه البريفنشن ديليريوم ذا از لايف سيفنج، لانه كل يوم في الديليريوم بيقلل 10% من ال1 year survival في العيان. شكرا.